أربع رجال أعمال في اجتماع يتناقشون، وكانت المفاجأة. لحظة، سأذهب إلى الحمام وسأعود. ابني ناجح جدا، لدي شركة سيارات وقد أعطى لصديقه المقرب سيارة فراري. هذا لا شيء، ابني لديه شركة طيران وقد أعطى لصديقه المقرب طائرة خاصة. وابني أنجح بكثير، لديه شركة بناء وقد أعطى لصديقه المقرب قلعة. هي قد عدت، عن ماذا كنتم تتحدثون؟ كنا نتحدث عن نجاحات أبنائنا. إذن وماذا عن ابنك؟ في الحقيقة ابني ألوان ولا يشتغل. أوه، أكيد أنت تشعر بخيبة أمل. قليلا، ولكنه واسع الحيلة، فقد تحصل على سيارة فراري من العشيق الأول، طائرة من العشيق الثاني، وقلعة من العشيق الثالث.